قدمت البارحة بداية غزوة تبوك، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس وشجعهم على الإنفاق في سبيل الله، إذ كان عدد الذين سيخرجون في هذه الغزوة كبيرا جدا لم يحصل في أي غزوة سابقة، فكان المسلمون 30 أو 30 ألف إنسان. وبدأ المسلمون يتجهزون وتساعدوا، وأنفق كل منهم ما باستطاعته، ولكن المنافقين لا يستطيعون أن يكتموا ما بأنفسهم، فجعلوا يثبطون الهمم ويصفون من أنفق كثيرا بأنه يرائي الناس، ومن ينفق قليلا بأن الله غني عن صدقته، وأنزل الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هل اكتفى المنافقون بهذا؟ لا، كان دورهم عظيما جدا في هذه الغزوة، لذلك نزل في حقهم عدة من الآي الكلمات في الذكر الحكيم. هناك رجل منهم كان ذا شأن، ومعظم المنافقين أو كلهم بالأحرى كانوا ممن يعني في ظاهر الأمر من الأنصار. كان رجل من ذوي الشأن من الأنصار يدعى الجد بن قيس، فدعاه رسول الله قال: ألا تخرج يا جد؟ فقال: يا نبي الله اعذرني، فإنه يعلم قومي أنه ما من رجل فيهم أشد افتتانا بالنساء مني، وإني أخشى إذا جئت ديار بني الأصفر ألا أصبر عن نسائهم، يعني نساؤهم جميلات فيقعوا مثلا في الزنا والعياذ بالله. هكذا يقول، وهو كاذب في كل ما يقول. فأنزل الله تعالى: ومنهم الذين يقولون، ومنهم الذي يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رأى المنافقون أيضا في حادثة أخرى المؤمنين يتسارعون للخروج ويتجهزون ويبذلون كل شيء في سبيل الله، فقالوا: تخرجون في هذا الحر؟ الحر شديد، أما وجد صاحبكم وقتا آخر ليخرج لقتال بني الأصفر؟ وقلت لكم مرة، هذه كلمة تطلق على الروم عند العرب، ما وجد وقتا آخر لا تنفر في الحر. فأنزل الله تعالى أيضا في سورة التوبة، وسورة التوبة أو سورة براءة سماها أهل العلم الفاضحة، لأنها مملوءة بفضح كلام المنافقين، والمنافقون شأنهم عجيب خطير، وهم موجودون في كل زمان ومكان. ولكن قلت لكم فيما مضى لا أستطيع أن أصم، يعني أصف إنسانا بالنفاق المطلق، فهذه مسؤوليته أمام الله، ولكن إن شعرت أن إنسانا يتلون كالحرباء أكون حذرا منه. أنزل الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. لم يتركوا شرا إلا وبثوه في المسلمين، يثبطون الهمم، يضعفون الناس، ولكن المؤمنون قلوبهم متمكنة ثابتة على الحق، فيبذلون جهدهم ويتصدقون. جاء سبعة من الناس: يا نبي الله احملنا، يعني أعطنا شيئا نركب عليه لنخرج. قلت لكم إن تبوك تبعد عن المدينة 60 و700 كيلومتر، 760 كيلومتر، مسافة ليست يعني بالسهلة. فقال لهم نبي الله: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي، من أين آتي؟ فصاروا يبكون. على ما يبكون؟ يبكون أنهم لم يخرجوا إلى المعركة. الآن الناس يبكون لأنهم سيشتركون في المعركة من جبنهم، هؤلاء يبكون لأنهم لم يخرجوا إلى المعركة، فتأسفون، سيخرج رسول الله ولا نخرج معه، يبكون ألما وحزنا. أنزل الله تعالى في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله،
قال ولا على، يعني وليس هناك حرج ولا إثم ولا ضيق ولا حساب على هؤلاء، لأنهم حاولوا ولم يستطيعوا، ولكن الله أراد بهم خيرا. فسمع بعض الصحابة بشأن هؤلاء وبكائهم وحزنهم وألمهم، فأسرع، فجاء واحد من الصحابة ببعير قال هذا لكما لاثنين منهما، وجاء الثاني وجاء الثالث فأركبوهما وخرجوا للمعركة. يحدث أبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه أيضا يقول جئت إلى نبي الله يوم تبوك فقلت يا نبي الله إن فلانا وفلانا من قومي يسألونك الحملان، عندك شيء تركبهم عليه مشان يطلعوا معك على المعركة، يسألونك الحملان. قال فغضب نبي الله وقال والله ما عندي وما أعطيكم. كان هناك ضغط شديد كما قلت، تجهيز في وقت شدة والناس متكاثرون، فغضب وحلف ألا يعطيه لأنه ليس عنده شيء. قال فخرج أبو موسى الأشعري فرجع إلى أصحابه فقال جئت نبي الله فقلت له ما أخبرتموني به، فغضب ثم قال والله لا أحملكم. قال يقول أبو موسى وخشيت أن أكون ضايقت نبي الله أو أزعجته أسأت له، فأنا حزين في نفسي وإذا بي أسمع بلالا ينادي أين عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري اسمه، أين عبد الله بن قيس؟ فخشيت على نفسي، خاف أن يكون نزل فيه القرآن أو أن نبي الله غضب عليه غضبا أشد. قال فجئته مسرعا فقلت يا نبي الله قد جئتك. قال خذ هذه 6 أبعرة فقد ابتعتها من سعد، يعني اشتريتها، اشتراها نبي الله، أعطاه بعض الناس مالا فأرسل إلى سعد فاشترى منه 6 أبعرة جمع بعير، فهذه 6 أبعرة فأعطها لأصحابك وقل لهم ما أنا الذي حملتكم ولكن الله حملكم، الله سخر لكم فيسر لكم ذلك. قال فرجعت إلى أصحابي فقلت لهم ما أمرني به، ثم قلت لتخرجن معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعوا ما قال لي. قالوا إنك عندنا لمصدق. ليش هيك عم بيقول؟ لأني بدي يقول من شوية قلت لهم سيدنا النبي حلف يمين ما يعطيهم وهلا أعطاهم، فدي يقولوا في أنفسهم هذا عم بيكذب على رسول الله، شوي يقول حلف شوي يقول ما حلف، وحاشا حاشا لرسول الله أن لا يكون تكلم بالحق، وحاشا لأبي موسى رضي الله عنه أن يكون كذب أو افترى على رسول الله. لذلك وقع في نفسي حرج، قال لتذهبن معي، كنت روحوا معي حتى تسمعوا. قالوا إنك عندنا لمصدق مصدقين. قال لا. قال فذهب نفر معي منهم إلى رسول الله فسمعوا منه. هذه الحادثة يا أيها الأحبة تبنى وتربط بحادثة أخرى، وهي ذات قصة طويلة مفادها أن الإنسان إذا حلف على شيء نتيجة لحظة انفعال ثم رجع إلى نفسه فوجد الذي حلف عليه يمنعه من خير، ينبغي عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي التي هو خير. ورد في الحديث الصحيح إني والله لا أحلف يمينا فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت التي هي خير. فنبي الله في لحظة غضب حلف أن لا يحملهم ثم رزقه الله تعالى فكفر عن يمينه وحملهم مرة أخرى. فهذه مسألة مهمة. أسمع بعض الناس كلنا قد نكون غضبانين فنقول والله ما بدي أعمل الشغلة، ما هذه الشغلة بر الوالدين، تحلف يمين على أن لا تبر والديك والله ما بترد عليهم، تحلف يمين على أن لا ترد على أبيك وأمك كذا، تكفر عن يمينك وتعود إلى البر. يحلف بعض الناس والله لن أساعد فلانا ثم يرجع إلى نفسه فلان فقير فلان كذا، كما حصل مع أبي بكر رضي الله عنه في القصة الشهيرة في غزوة بني المصطلق، حلف أن لا ينفق على مصطح فأنزل الله عليه أن عودوا إلى ذلك. نعم. قال فحملهم ولكن رغم كل هذا الإنفاق الذي كان من الصحابة ومساعدة بعضهم بعضا إلا أن شأن الجيش كان أعظم من أن يتكفل به
جو وجماعة المسلمين في ذلك الوقت. تجهزوا بما استطاعوا وخرجوا. خرجوا كيف؟ وصل الأمر إلى أن كل 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا. قال إيش يعتقبون؟ يعني بالدور، يعني كل واحد بيطلع له على 24 ساعة ساعة وربع تقريبا، وباقي 23 ساعة بمشي مشو. أعود فأقول 760 كيلومتر يا أيها الناس، والله أمر عجيب، والله أمر عجيب ما بذله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يتعاقبون كلهم على 18 بعيرا؟ لا، لكن جزء كبير من الجيش تقاسموا، فلم يحصل لهم إلا حصة واحدة 18 رجلا لبعير واحد. وانطلقوا من المدينة فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال علي رضي الله عنه: نعم، ألم يخرج للمعركة؟ لا. لما؟ لأن رسول الله أمره ألا يخرج. قال: ماذا أمره ألا يخرج؟ قال: أمكث فرع شؤون أهلي، أهل بيتي، بناته الطيبات أو بناتي الطيبات رضوان الله عليهم، وزوجاته وكل أهل بيته ومن يلين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلفه عليهم. عاد المنافقون إلى دورهم الخبيث اللئيم اللعين، فقالوا: انظروا، ما خلف علي إلا لأنه يكرهه ولأنه تثبط منه، يعني شافه تقيل، نحن نقول الله إنسان تقيل في الحركة، نعم، إلا لأنه تثبط منه فخلفه مع النساء والولدان، ما بطيئه، فقال له بروك مع النسوان. لم يحتمل علي رضي الله عنه، وهو من هو في بطولته وشجاعته، لم يحتمل هذا الكلام، فلحق بالجيش وقال: يا نبي الله، يقول الناس إنك خلفتني مع النساء والأطفال لأنك مع والذراري لأنك تثاقلت مني. فقال: ارجع يا علي، ارجع، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ في الصحيح: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي لفظ في الصحيح أيضا: غير أن لا نبي بعدي، يعني حتى لا يراودك أو يراود غيرك مثل هذا الخاطر. هارون رضي عليه السلام كان أخا لموسى عليه السلام، فكأن رسول الله قال له: أنت أخي. قال: إيش وجه الشبه؟ هو ابن عمي، ليس أخا له. قال: أخا له في الدين والتقوى، نعم، لكن وجه الشبه أن سيدنا موسى لما خرج لكلام الله من خلف على قوله؟ قال: يا هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أقرب الناس إليه خلوه، وضعه مخلفا على قومه ليشرف عليه، سبحان الله، ومن أحب الناس إليه. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أن لا نبي بعدي. سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي. فجعله الله تعالى، جعل هارون وزيرا له، يعني مساعدا له، ونبيا بفضله، سبحان الله العظيم. أما علي رضي الله عنه فما نال شرف النبوة، ولكن نال منزلة عظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند كل مؤمن إلى يوم القيامة رضي الله عنه عن الصحابة. فرجع علي رضي الله عنه وانطلق الجيش. انطلقوا ليلاقوا الصعوبات ويتعرضوا للبلايا والمشاكل في الطريق. لما؟ لأنهم كما قلت على طريق بعيد وفي مكان صحراوي وفي وقت الصيف، وعندهم تجهيزات قليلة وسلاح وعتاد وطعام وشراب وكل شيء فيه من القلة ما فيه. يعتقبون 18 بعيرا، أشرت إلى ذلك، يجوعون في الطريق، يضطر بعضهم إلى أكل أوراق الشجر، أوراق الشجر، أوراق الشجر، يأكلونها حتى تقرحت أشداقهم. الأشداق هي طرف الفم، فواحد يأكل ورق الشجرة يجرب حتى لو لينة بدها تجرح له لسته من جوا، حتى تقرحت أشداقهم. ويطيلون السفر، يجوعون، يعطشون، يسألون نبي الله صلى الله عليه وسلم
الماء، الماء قليل، فيستأذنونه في ذبح بعض جمالهم. هم في الأصل 18 يعتقبون جملا ويذبحون الجمال أيضا، هذه مشكلة أكبر وأكبر، سبحان الله. فيأذن له، فيأتي عمر رضي الله فيذبح بعضهم بعض الجمال، فيأتي عمر مسرعا: يا نبي الله، أنت أذنت لهم بذبح النواضح؟ نواضح جمع ناضح، والناضح هو الجمل. الجمل كانوا قديما يضعونه عند البئر ثم يدور ويربطون به حبلا فيسحب الماء من البئر ليخفف هذا الثقل عن البشر، نعم. فلذلك يسمى الجمل ناضحا. فقال: أذنت لهم بذبح النواضح؟ فقال: نعم. فقال: لا تفعل يا نبي الله، إن أذنت لهم قل الظهر، الظهر يعني المركوب، يصعب، نحن في شدة وكذا. قال: فما تريد؟ قال: قد عودك الله الخير، قد عودك الله الخير، يعني سل الله تعالى وأنت مجاب وأنت كريم عند الله تعالى. فقال له: نعم. فما الذي حل؟ ذاك موعدنا إن شاء الله تعالى. نفعنا الله ما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.